مليئ بالأحداث، نلخص لكم أبرزها في حلقة جديدة من صدى الأسبوع. وقف الإعفاءات ورفع التكاليف هل يمهد لإغلاق مستشفى باشا رحيل آخر مأوى للبسطاء؟ طفل يمني يحصد المركز الأول بالبطولة الدولية للحساب الذهني في مصر. مزارع وفني لحام في الحديدة يصنع حراثة من الخردة. وسط مخاوف من توسعه، انتشار كبير لمرض التهاب العين الفيروسي الرماد في لحج. بركة أقمار حاجز مائي في ثعبات تعز منذ عهد الدولة الرسولية مزاراً لسكانها. شاب وشقيقته يبدأون أول مشروع يمني لحياكة السجاد يدوياً في منزلهن. الجناب المحبشية قديم متأصل وحاضر يتفننون في صناعته. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.